سامحني والله زيد والله كي تقول هي القصب زين بالملك تحيه له صوتها في مش نورمال. كنا نسمعوا مع بعضنا توا في شريف علوي سمير لوسيف كنا نسمعوا في لطفي بوشناق اغاني خلدها التاريخ. فما اغاني باش نعديهم توا نحب يفسخهم التاريخ. اعطيني خلينا نبداو بالاغنيه الاولانيه. اي طيب عليه يا مروان وعليه يا مروان. معناتها طارق اسمع كانت الصدمه وقت اللي ريتها في عرس. كي ريت الاغنيه هذه تعدت في العرس صدمه كبيره. الفرقه معناتها واقفه وهو يغني فيها والعروسه والعروس شيخين وفرحانين. يا طارق معناتها احنا توا ولاد رجعنا للتسعينات باش نسمعوا شنو كان يصير في التسعينات. احنا بما اننا صغار ولادنا باش يرجعوا للالفينات باش يعديوا واش كان فما في الالفينات باش يلقاو الشيء هذا ومش الكارثه اللي تعديت توا. فما اغنيه اخرى ما اكثر انكرويابل. يلا اعطينا الثين. ولد الدباغه هذه في خاطر مريم الدباغه مريومه يا منى مو عارفيش انا بدي نعرف. اسمع بابا اسمع شكون عملها خالها بنت العند محلى زينك بلاها خيالك والله ما ثم عقلي من عشقك جد مريومه تحب الفراري نشري العمر الفراري. شكون هذا مريومه تحب الفراري نشري العمر الفراري الكليب مصور فوق راسه سطل ولابس سروال في دي. شكون الحق والله العظيم ولد الدباغ هذا اسمه. وفما وقت طلع ولد عواد هكا اسمه اي ولد حومته ولد الدباغ قال شني عمل كلمتين ضربها وخلنا نعمل كيف حتى انا فما قدس من العماره ثلاثه معناتها ما غنيش هذاك هذا يعشق مريم الدباغ ما احلى زينها ما لهم شو كلمات الاغنيه اللي كنت تسمع فيها مو التعبير احنا ديما كيكه بالعنف. ربي يهديك مروان وخاي اليوم تحب الفراري نشري العمري فراري اليوم تحب المساري نجيب العمري المساري يجيب مساري الفنان الفلوس جيب لهمك المساري لعائلتك حسن من حياتك مريم دباغ ما هيش ناقصه فلوسك حتى طرف. الناس مو الاغنيه الثالثه الاغنيه المبدعه ملكه المسارح شكون يعني نرمي شقو دقو دوا دوا ان شاء الله ما عندك شي ثو انت تحب تعرس دوا وانا ديما نطفي ضو ما فيها جو ماذا بيك كانت فيها الضو نهار الكليب انت ما ريتش الكليب وذي صارت عليها مشكلة الغنية صارت عليها مشكلة. ربي يهدي مخلق ما عاش عندي برشا وقت خليني نسمعكم الابداع هذا توا. شكون قرر اللي ما عندكش برشا وقت ما قلت لك شن بالحق يا اخي مش ديما تحسرني علاش كي يبدا نحب مع عطيني وقت تخسرني كي يبدا نحب ديما العكس معناها عليه اعطيني عزوز بالله المورسو هذا اللي باش يخلدوا التاريخ نسمعوه مع بعضنا اعطيني. حليت عيني من النوم راسي وجعني كورونا مين جيبه هيكل علي عرفتها بالختام هو حتى انا عرفتها في الاخر حسيت روحي مهبول هذه الاغنيه اللي حسيت الاغنيه ذي الظلمه ترى واحنا ما شدينا كان اوب 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 هي تيح وانا نطلعها اما اللي بارول بكش احنا راتينا حاجات في اللي بارول بالله بعد شويه سامحني حسيت خاطر قلت راتينا حاجات في البارول ليه قلت بكش اسمع اسمع حبيت نعطي فرصة اسمع ساقط كل وجود باهي سامحوني سامحوني اخذت اكثر من حق انا ساعة من الاول تفجعت اسحب غنية على الكورونا قال حليت عيني من النوم نلقى راسي هاو طلع في نلقى راسي سخون انا قلت برا مو مش احكي كيفاش كورونا دي اكثر غنية تخلي عزيزة ابو لبيار دبر بالك تفكرها عزيزة تحية لي فيتشريست تفرقوا ما عزيزة ابو لبيار وقت كيفاش قنعوها كيفاش قنعوها الحرش حتان هي بيدها مش فاهمة مسكينة عزيزة بلبيار تحية ليها مش مسكين تحية عليه فنان عادي لا لا مش اش قلت عليه خاطر فما تو مثلا تو مثلا انت معروف على الاخر فرضا انت معروف على الاخر يعرفوك ناس طارق فرضا حاجة في الخيال حاجة في الخيال يجيك انت يجيك انت ارتيست تعجبني ديما تتخيل لي حاجات عايشة ومدي يجيك انت ارتيست صغير في العمر يقول لك انا ارتيست باش نعمل اغنية شكون يجيك شكون يجيك تقول كان باش تبش لحظة تقول كان باش نعطيه فرصة
تنجم تكون باهية وتنجم تكون خايبة، كي تطلع خايبة بالظهر تظهر كيما مريم بن مامي وقتها جاو قالوا لها حشت ميك في كورميتراج في جيرونت مثلت معاهم في جيرونت يا اخي طلع من بعد فيلم إباحي ويم في بلاش اسم الفيلم فيلم إباحي اما الفيلم الكونتوني ماهوش إباحي معناها غلط هذوما يا كامل مروان مريم بن مامي ما نحبش فيها وختام حتى نجلة بن عبد الله مش نجلة بن عبد الله نجلة التونسي زيد فوق من قلبي خاطر نحبها انا اوفون اوفون من داخل من داخل نحبهم من داخل من داخل نسمعوا باللي الاغنية مع بعض نحل هي نحل شنو هذا اللي ما عديهوش خمار نحل يا الاخراج علي الاغنية هذه سكسي تعرف تاني ما عديه لي في الراديو تعرف شكون خدمها الاغنية هذه توا احنا مش مشجعين الفنانين التوانسة لا هذي طارق على فكرة تعديت في التلفزة شنو عديت في التلفزة هي انا هبش عادي عندي ايه احترموا احترموا ديكتاتوريتي ما مازم بتاع ديكتاتوريتي في بالك شكون كاتبها الاغنية هذه وملحنها شكون دليجي مالا نسمع دام كاتبها دليجي نسمع نعاودو سينو اذا عاود يتغشش عليك صحيح اه وي هذه دونك شي